الأزمة مع قطر أو موضوع الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر هي ليست وليدة اللحظة أو وليدة اليوم، هي طبعا الممارسات التي يقوم بها النظام القطري أو الحكومة في قطر من عام 1996. وكان هناك كثير من اللقاءات وكثير من الالتزامات، وآخر الوثيقة التي وقعها الشيخ تميم عام 2014 بمجموعة من النقاط التي سوف يلتزم بها تجاه إخوانه في مجلس التعاون الخليجي من خلال وقف ودعم وتمويل الإرهاب والممارسات التي تهدف إلى شق الوحدة الخليجية من خلال الممارسات التي يقوم بها النظام في قطر. سعادة السفير، إذا حماس حركة إرهابية في نظر السعودية؟ طبعا هي الآن مصنفة في ظرف، طبعا إذا كانت تسعى إلى 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 خلق وإحداث مشاكل أكيد. نعم. ماذا عن حق المقاومة سعادة السفير؟ حق المقاومة مكفول للمنظمة، مش يجلس في فندق في خمس نجوم في قطر ويدير من هناك المؤامرات، هو المفروض أنه يكون في مع شعبه ويقدم قضيته أمام شعبه.